white egg 110. اوكي اول شيء رح نضيف بياض البيض. السكر ايه مثير. والسكر الخشن، بس السكر الخشن 50 اللي 300. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين رح نضيف المي اوكي مع ال 300 سكر. الله يسلمك يا رب أخي كريم. استاذ Now we will make the white one, right? رح نعمل أبيض فبنحط له شوي لون ابيض باودر عشان يطلع معنا اللون الابيض. تقريبا ربع معلقه او اكثر شوي. بس يا جماعة في بالعيار خربط ما بشي، هو السكر لازم يكون هون 50 جرام وهون 300 جرام. هاي المكرون عم نعملها حاليا وهلأ لسه بدينا. حطينا بياض البيض 110 جرامات مع 50 جرام سكر على الخفاقة، وبعدين حطينا المي 100 جرام مع 300 جرام سكر على الغاز، وسويناها اذا بدنا اياها بقى لون بنحط اللون الابيض او اللون الزهر او اي لون بتحبوا انتو. بنضيفها مباشرة مع القطر. ان شاء الله البث رح ينحفز وتلاقوه على البرنامج الاحمر ان شاء الله بعد ما اخلص ممكن نص ساعة ان شاء الله مننزله. هلو ميوس. بنضل عم نحرك مشان يدوب كل اللون الابيض. هذا الفيديو للمكرون اخي محمد عم نعمله حاليا للمكرون وراح ينزل ان شاء الله على البرنامج الاحمر بس يخلص. الله يعافيكم يا رب.
ready. No, the other one. It's ready. هذا أصغر مقدار ممكن نعمله، لأن الخفاء اللي عندنا موجودة هو يعني ما بقى أصغر من هيك، ما بيمشي الحال والله. لا لا، هو 110 جرامات، هو صينيتين يعني بيطلعوا كتير صغار. أهلا وسهلا. يا بتوني دا. نتأكد شوي إنه مسك السكر مع المي عشان يصير القطر. مساء الخيرات. هلا حالي السكر ذاكرينه 3 مرات، صحيح، لاني لازم سكر يصير مع القطر مع المي، وسكر لازم ينحط مع بياض البيض اول شيء بالخفاقة، وفي سكر باودر اخر شيء بينحط مع النواشف. خلوكم معنا مشان تعرفوا ليش 3 مرات سكر. ريدي؟ نبدأ مننزل القطر شوي شوي على بياض البيض. طبعا نحن مع القطر حطينا لون أبيض عشان يطلع المكرون عنا لون أبيض. لا بس مهندس سوري شراب، ما بعرف تروح علي شوي تعليقات. أنا حركنا السكر مشان يدوب على الأخير اللون الأبيض، لأن اللون الأبيض استخدمناه هو بودر. أخ علي، المكرون طعم واحد منكم فيه؟ لا طبعا بيكون الحشوة فيها نكهات، بس اللون من برا والشكل من برا المكرون بيكون واحد. اوكي. هلا بنضيف اللوز الباودر
على السرعة 3 بتكون مع السكر المطحون ومع بياض البيض الثاني. ما بعرف إذا عم تروح مني تعليقات، معلش سامحوني شوي لأني عم كون مع الشيف وارجع. بنحط السكر الباودر مع اللوز الباودر مع بياض البيض الثاني اللي كاتبينه نحن هون معنا. مدة الخفق لوقت ما تبرد، لوقت ما يبرد عنا ويمسك. منفرجيكم كيف هلا، خلوكم معنا. ما لوقت محدد حسب الخفاقة وسرعة الخفاقة. أهلا وسهلا. الطريقة نزلنا أول شيء ببياض البيض مع 50 جرام سكر، نحن آسفين طبعا هون مخربطين بين 300 جرام وبين 50 جرام. بعدين حطينا على الغاز 300 جرام سكر مع 100 جرام مي، وبالآخر النواشف بيكونوا مع بعض اللي هو سكر باودر، لوز باودر، وبياض البيض الثاني. مساء الخيرات، اهلا وسهلا، يسعد لي اوقاتكم. شو بدي اسالك، قديش لازم تكون حراره القطر؟ حراره القطر لازم تكون 112. اذا عندكم طبعا جهاز الحراره بيكون افضل انه يكون 112. خليه عشان ينخفق لوقت ما يمسك منيح معنا بياض البيض مع القطر. بعدين بننزل بياض البيض على المواد الناشفة. لا، وقت ننزل القطر لازم تكون سرعة على الواحد عشان ما يفقس معنا بياض البيض. ببين بدون درجة حرارة، ببين انه بدي شوي يطلع فقاعات منه سميكة اسمك من العادي. السكر الباودر لا، ما له علاقة بالقطر. السكر الباودر مع النواشف. أول شيء بالمكنة 110 جرامات بيض مع 50 جرام سكر. معلش مخربطين نحن بهذا الموضوع، بين 50 جرام وبين 300 جرام. نخلط النواشف مع بياض البيض الثاني. لا، مع النواشف بيكون بس سكر باودر واللوز البودرة وبياض البيض. السكر الخمسين جرام الثانية حطيناها أول شيء مع زلال البيض. البيض بالسكر تنخفق لوقت ما ينفش شوي بياض البيض. ريدي؟ اوكي، هيك صار معنا جاهز. bring two camera please. I want to remove this one. نركم هو جماعة اللي احنا نستبينه قبل ما ننزل على العجل. هيك بيكون الزلال معنا جاهز. One more please. اوكي، هيك بيكون صار معنا جاهز البياض مع القطر. اوكي، صلك يا
بنضيف القطر بس ينفش معنا بياض البيض. اول شيء بمكنه 110 بياض مع 50 جرام سكر صحيح، وبس يطلع زلال بنضيف. لا لا ما في مره ثانيه، بس يطلع الزلال بننزل القطر اللي هو كان السكر والسكر والمي مع اي لون بقى بتحبوا انت تضيفوا. الله يسلمكم يا رب، تسلمي يا رب. مدة الخفق بتختلف بين مكنة ومكنة، بس ينفش شوي بياض البيض بنحط بننزل عليه القطر اللي بصير سكر. بعدين مثل ما فرجيناكم وقت بيمسك شوي الزلال مع القطر بيكون عندنا جاهز المارينج، بنضيفه على النواشف. بنحركه تحريك مش خفق عشان ما يدخل بقلبه نسمات هواء ويشقشق معنا. طبعا بننزل المارينج على مراحل، ما بننزلهم كلهم مرة واحدة. لا اخي الكريم، بالريسيبي هون خربطنا بين 50 جرام وال 300 جرام. انت بس حول ال 300 جرام لهون وال 50 جرام لهون، خلص بس ما في، بس مرة واحدة 50 جرام. لا، اول سكر عادي، السكر بس الباودر هو السكر الناعم. هذول بنحطهم مع النواشف. والله لو تعمل لي ثانية، تعمل لي ثانية هي مثلها هيك مشان نصحح الغلط اللي صار. لا، ال 300 جرام السكر الثاني، السكر مو سكر الباودر، السكر الباودر بنحط مع اللوز الباودر وعليه زلال البيض. ال 300 جرام تنحط مع المي وبتنعمل قطر. مثل ما قلت لكم ما ينخفق عجين المكرون عشان ما يدخل هواء بقلبه ويشقق معنا بالفرن، لازم تحريك. هلا صار جاهز للصلصة. رجع البس. هسا نخبركم اتس اوكي مستر مستر، احنا عندنا طلبية، نحن صارفين من قبل كمان، وكمان عندنا مخبوز. لأن المكرون قبل ما يدخل على الفرن لازم يضل تقريبا من نص ساعة ل 45 دقيقة ينشف برا مشان يعطينا النفشة. هاي المرحلة كتير ضرورية انه يضل برا مشان ينشف. هاي هيك جاهزة قطعة المكرون. السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم يا رب. طريقة الصب يا جماعة، ال
القطع بنصبها حجمها صغير، لأن إحنا بعد ما بنخلص بنخبط الصاج فبتفرش. طبعا الحجم انتم بتتحكموا بقى فيه، يكون القطعه كبيره صغيره شو بتحبوا، بس احنا حاليا المطلوب مننا هذا الطلب. بص حضرتك المقدار اهو، اول حاجه بنحط البياض البيض مع السكر اللي هو 50 جرام، بنحطهم في الماكينه ونشغل عليهم، وبعدين والماكينه شغاله تمام بنجيب بياض البيض التاني اللي هو رقم 3 مع سكر البودرة مع لوز البودرة، ونحطهم في بول، وبعدين السكر والمية بولع عليهم النار واحط لون من اي لون انا عايزه، ابيض احمر اصفر اي لون، يغلوا غلوتين يعني السيرب لما يغلي غلوتين بنزل في عليه، يعني بنزل بالسيرب في الماكينة اللي هي شغالة على البياض والسكر تمام. الماكينة بتبقى شغالة بعد ما بنزل بالسيرب حوالي 5 دقايق، بعدين بفضي الماكينة على العجين اللي أنا عامله اللي هو لوز البودرة مع سكر البودرة مع بياض البيض، وبعد ما كله في بعضه بقلب كله في بعضه واحدة واحدة كده لحد ما يوصل للقوام ده. أنا آسف صراحة على أي تعليقات، هاي الحركة مهمة مشان يطلع الهواء يا جماعة، ضروري يطلع الهواء مشان ما يسقق معنا المكرون. وبعد ما نخلص هنقول الطريقة دي ايه. لازم يطلع الهواء. هيك صار معنا جاهز، حرارة الفرن بتكون 140 14 دقيقة، وحسب نوع الفرن ممكن 12 دقيقة 14 دقيقة 15 دقيقة، بس الحرارة لازم تكون 140. أنا آسف إذا راح علي شيء من التعليقات يا جماعة، رجعوا اكتبوا لي إذا في أي شيء. هيك بهي الدقة شلنا شو في هواء بقلب القطعة نهائيا مشان ما يشقق معنا المكرون بقلب الفرن. هاي الحركة مهمة. يس ريدي؟ اوكي. الفرن شغال من فوق ومن تحت صح؟ حرارة القطر 112 120 بيكون سكر القطر معنا. الله يسلمك يا رب، طبعا نحن طالعين عشان نفيدكم اكيد. 14 منت 14 بتتلون جميع الالوان، كل الالوان اللي انتم حابينها، بشرط انه يكون اللون مع القطر حصرا، ما ينحط اللون على بياض البيض لاني فورا بيفقس معنا بياض البيض. اي لون انتو بتحبوه بتحطوه مع القطر مباشرة هو عم يغلي، اي لون اخ ابو نسرين بينحط اي لون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل يكون باودر،
اذا مو متوفر باودر بصير السائل، بس مش السائل اللي للسبراي للرش، السائل الليكويد اللي يكون شوي سميك. مشاركة وتكبيس بعد اسمكم يا جماعة، عشان بقالنا فترة مش بنفتح لايفات والريتش واقع. الخمسين جرام السكر بينحط أول شيء مع بياض البيض على الخفاقة. طبعا ما هو القطر بسكر عادي أخي الكريم. سامحونا على الصوت بس هي حركة ضرورية. الفيديو رح ينزل على برنامج الأحمر. مكتوب على الورقة سكر باودر، صحيح بيحط سكر باودر مع اللوز الباودر مع بياض البيض الثاني. أنا قصدي أول شيء يصير قطر 110 جرام بياض بيض. أول شيء أخي الكريم بينحط بياض البيض على الخفاقة معه 50 جرام سكر. بعدين على الغاز بينحط السكر 300 جرام و100 جرام مي لوقت ما يصير قطر، وبينضاف عليهم على زلال البيض مع السكر. بعدين بيبرد شوي مثل ما شفنا فرجيناكم بالفيديو، ومننزله على النواشف، بيكون خالصين النواشف مع بعض. صحيح لو مقدار اصغر تقدر تقسمي، بس انا اتوقع انه يمكن ما في، لا بصير اصغر، بصير اصغر ما في مشكله. الله يسلمك يا رب. البرنامج الاحمر ما بقدر اقول اسمه للاسف لانه فورا بننحظر. ايوه هذا هو اخ علي، شكرا كثير. نحن طبعا مجهزين من قبل مشان ما نطول عليكم الفيديو ويكون سريع. في عنا لأني طلبات لبكرة ماكرون، حطينا شيء بالفرن حاليا. شكرا أبو يحيى. تسلم يا عم خالد يا مفترض. صحيح هذا ورق زبدة عادي، والأفضل ينحط تحته بخة زبدة أو شيء إنه يلزق في الورق. صحيح أخي علي، شكرا كثير للتوضيح. الله يعافيكم يا رب. احنا صلنا فترة بس ما طلعنا، بهالفترة كنا كتير مضغوطين. ممكن 7 دقائق ان شاء الله وبكون المكرون لون الزهري جاهز معنا. طيب طريقة العمل مرة اخرى. اول شيء بنحط بياض
البيض مع سكر 50 جرام على الخفاقة، بعدين بنحط على الغاز 300 جرام سكر مع 100 جرام مي لوقت ما تصل لدرجة 112 إذا موجود عندكم ميزان حرارة، إذا ما موجود بتبين عندنا فقاعات، فقاعات بتبين إنه بدي شوي يمسك القطر يصير قطر، بننزله بعدين على بياض البيض. بنكون نحن هيك مجهزين اللوز البودرة مع السكر البودرة مع البياض البيض الثاني، مجهزينه وخلصينهم مع بعض. بعدين بننزل بياض البيض على النواشف، نخلطهم مع بعض خلط يعني بالمعلقة مو خفق عشان ما يصير يدخل مي على قلب المنتج على قلب المكرون. بيكون معنا جاهز ومنصبه، وبتسمعوا هلا الاصوات اللي هلا الشيف رح يعملها. كمل شيف يا دوت. هذا الصوت بنربط التربين يا ست الكل عشان نخرج منه الهواء. تسلم يا رب اخي علي، تسلم. نحن كل شيء مجاني ان شاء الله، دعوه منكم بتكفينا. غريب سعد كردي لازم يطلع، هو موجود بالبايو على كل الاحوال، اذا بتحبوا بالبايو موجودين. مره كمان رح ننزل ان شاء الله على البرنامج الاحمر شغله شي نص ساعه، لاني صار عندنا معلش سامحونا بس عندنا صار طريقه شيء 6-7 مرات. راح ينزل على البرنامج الاحمر ممكن شغله شيء ساعه بيكون على البرنامج الاحمر ان شاء الله. صار معنا المكرون هيك جاهز. اسم القناه انا من الجزائر، اهلا وسهلا اهل الجزائر شرفتونا. ننزل او تنزل شيء عن كرواسان حاليا؟ لا والله كرواسان لا، معجنات لسه بدها شوي شغلات تانية، يعني حاليا ما عم نزل شيء عن المعجنات. اسم القناة يا ريت اذا حدا من المتابعين يكتب لنا لو سمحتوا اسم القناة. ما فيش مشكلة يا ست الكل، لكن الهبة دي أولا بتخلي حجم كل واحد بتخرج الهواء أفضل، يعني ما تحط من أرض الماء. جماعة في ملاحظة كتير كتير مهمة، لازم ينترك المكرون أقل شيء نص ساعة قبل ما يدخل على الفرن مشان ينشف نهائيا. تسلم يا رب شيف كريم الله يخليك، لازم المكرون نهائيا ينشف. صحيح طريقة فرنسية أخي الكريم، فرنسية صحيح. نحن معنا مكرون عاملينه من قبل، إن شاء الله 4 دقائق بيكون جاهز. طريقة الطهي 140 درجة الحرارة من 12 ل 15 دقيقة. صحيح أبو يحيى هي طريقة فرنسية المكرون. لا بالمروحة. أنا رح أعيد الطريقة بس آخر شيء، ونحن عم نطالع المكرون من الفرن رح فرجيكم كيف طلعت معنا النتيجة، ورح أعيد الطريقة للمرة الأخيرة. معلش سامحوني بس لأني عدناها كذا مرة صار، بس يطلع المكرون من الفرن إن شاء الله رح أعرض لكم الطريقة كاملة شو عملنا، وبينزل على البرنامج الأحمر بعد ممكن شي ساعة ساعة ونص إن شاء الله. ولو جربت الطريقة دي يا ست الكل بنفس المقادير دي تمام،
ان شاء الله يطلع معاكي 100 100، مش هيخرب معاكي بعد كده. بس اهم حاجه بعد الصف، بعد الصف اتركيه بره كده يعني من تلت لنص ساعه، لحد ما ايه ما تحطش بايك عليه كده ما يعملش علامه، كده يبقى جاهز انه يدخل الفرن. ابو صالح العالمي نورت البث يا حاج، مشاركه بقى ولايكاتك، وما تبعتش ورد ولا هدايا، تبعتش ورد ولا هدايا ابو صالح. تحت امر حضرتك في اي وقت. يا ريت يا جماعه الناس اللي دخلوا البث جديد متابعه ومشاركه، عشان كل يوم بنعمل بث في طريقه جديده علشان الكل يستفاد. هذا هو البرنامج الأحمر يا جماعة، هاي الصورة. إذا تحبوا تسجلوها تعيشي الورقة سقمها ما هيك يعني مظبطة، بيصير في فرن البيتزا بيصير، بس الأفضل إنه يكون في مروحة مشان تنفش معنا حبة المكرون مشان يطلع لها نفشة. هذا هو، وهي الصورة بتكون. الله يعافيكم يا رب، شكرا كثير. حرارة الفرن 140 من 12 ل 14 دقيقة حسب نوع الفرن. أنا اسمي سعد كردي، صح؟ اي لون عايزه تلونيه، لو انت متابعه البث من الاول بنلون مع السيره، لما بنحط الميه والسكر على النار افرجيكم، بس رح افرجيكم وهو بفرن دقيقه يكون خالص. تسلم يا رب اخ عواد، ما بالقطر افرجيكم. لازم ينفش معنا هاي النفشة، وما لازم يشقق ابدا لانه بنطالع الهواء منه. اوكي راح افرجيكم هلا. برين فور مي بليز تو دير. تسلم يا رب. نحن هلا خلصنا هدول. بنحط لها الوان مع القطر، مثل ما حكينا الالوان ضروري انه يكونوا مع القطر. اي لون انتم بتحبوا
لازم نضيفه على القطر. طيب نعيد معكم الطريقة لآخر مرة قبل ما نسكر. حطينا أول شيء بياض البيض 110 جرامات مع 50 جرام سكر على الخفاءة. بعدين حطينا على الغاز 300 جرام سكر و100 جرام مي عشان نعمله القطر. طبعا بهالأثناء حطينا لون الأبيض لأنه نحن كنا بدنا نعمل لون أبيض. أي لون أنتوا بتحبوه لازم ينحط مع القطر. بيصير السكر والمي قطر على درجة حرارة 112. بعدين منضيفها على بياض البيض وقت بينفش بياض البيض مع السكر اللي حطيناه أول شيء. منحطهم منضيف عليه على درجة حرارة مثل ما قلت لكم 112، ولازم تنزل والخفاءة تكون على الواحد، ما تنخفق بسرعة لأنه بيفقس فورا بياض البيض. تنخفق لوقت ما تصير لون أبيض مارينج، ما تمسك معنا كتير مثل ما فرجيناكم بالفيديو، وهلأ بينزل على البرنامج الأحمر بتشوفوا كيف. بعدين بنحط اللوز البودر مع السكر البودر مع بياض البيض الثاني، بنحركهم لوقت ما يتجانسوا كلهم مع بعض. بعدين بنضيف عليهم المارينج وبنحركهم تحريك مش خفق، تحريك مشان ما يدخل الهواء لجوا المكرون. بعدين بنصبهم، واهم شيء بعد ما تحلت الصب لازم تندق الصينيه كتير منيح مشان يطلع منها الهواء مشان ما يشقق معنا ابدا. بعدين نتركهم ينشفوا من 30 لل 45 دقيقه، اذا في مكيف بيكون افضل مشان ينشف الوجه وما يشقق معنا ابدا. بنحطهم على بالفرن على درجه حراره 140 من 12 لل 14 دقيقه، وهيك بيطلع معنا المكرون جاهز. شو نوع الالوان؟ اي نوع بصير بس يكون ليكويد او باودر. الباودر افضل بكتير. الفرن غاز ما تفرق، الفرن كان غاز او كهرباء. ممكن بس يخلص بس ابعث لك مكرون بعمله انا اذا فيها في مشكله. اكيد ما في اي مشكله، شو بتحب اخ يحيى ابعث لي، ما في مشكله. عادي يكون جو حار بدون براد او مكيف في المكان اللي نشتغل فيه، ما في اي مشكله، بس تخليه ينشف وقت اكثر. الفرن من فضلك غاز بدون مروحة، لا مع مروحة بينجح أكثر وبينفش أكثر المكرون. بيعزلوا عن الورقة ولا شلون؟ طبعا بعد ما يبرد بده شوية وقت، لوقت ما يبرد تقريبا 20 دقيقة وبينشال من الورقة. أنا راح أقرب شوي حتى أفرجيكم. ما شقق معنا ولا حبة الحمد لله، لأني ندق كثير منيح. لا اعيد الطريقة، انا كثير اسف. انا كثير اسف، حتى فوق العشر مرات. راح تنزل على البرنامج الاحمر. الله يخليكم، تسلموا يا رب. راح تنزل على البرنامج الاحمر شغلة شي ساعة بالكثير ان شاء الله. والله انا سامحوني بس عن جد عدت اكثر من عشر مرات الطريقة، سامحوني الله يخليكم. شوفونا ان شاء الله على البرنامج الاحمر. وهيك بكون معنا المكرون، وإن شاء الله انتظرونا بكرة أو بعد بكرة كمان بفيديو جديد وطريقة جديدة. وإذا عندكم أي شيء اكتبوا لنا بالتعليقات، حابين تعملوا شيء معين تكرم عينكم، ما في أي مشكلة. وهذا البرنامج الأحمر، لكل ما سأل على البرنامج الأحمر هاي الصورة وهذا الاسم. هيك بيكون، ما فيها فانيلا، لا اللوز الباودر بيغطي نهائيا عن اي زنك خلل بيض. لا مع مروحة بيكون افضل، بس يبدا شوي يتغير لونه، يصير شوي براون بيكون معنا جاهز. ما بعرف اذا بقدر هلا اشر وحده بصراحه لانه كثير سخن. رح فرجيكم بس من ورا اذا بنقدر نقشره، ما اظن بنقدر نقشره. عادي الوان
قدرنا نشيلها هيك صارت جاهزة معنا. طبعا الحشوات بتختلف. رح تنزل هلا على البرنامج الأحمر، وهذا البرنامج الأحمر يا جماعة اعذروني لأني أنا طبيعة تقريبا أكثر من 10 مرات والله، فسامحوني. نشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.